ايه اخر الاخبار اللي وصلتكم من السعوديه عن الحاجه سعديه؟ القنصل ياسر الواني اتصل بينا النهارده وطمنا عليها وخلانا كلمناها دقيقه يعني كده الحمد لله طمنا عليها، بس هي منهاره يعني من ال القنصل كان معاها النهارده؟ نعم كان معاها. طيب، طبعا اكيد يعني حالتها النفسيه سيئه جدا واكيد هي منهاره، لكن هل عرفتوا ما حاجه عن تعرفش، ما كانتش تعرف اللي احنا عاملينه يعني عشانها والشعب كله واقف جنبها والدنيا كلها. ما كانتش عارفه حكيت ده؟ لها يعني يعني تقولي بجد يعني انتوا واقفين جنبي بجد طمنيني يعني انتوا مش هتسيبوني، قلت لها عمرنا ما هنسيبك والدنيا كلها والاعلام والحكومة هنا وهناك الدنيا كلها واقفة جنبك والشعب كله متضامن معاكي وحاسس ان انت زي امه بالظبط. طب قالت لكم حاجة عن تعامل السلطات السعودية معاها في الحجز؟ بتشكر فيهم بصراحة يعني بتقول بيعاملني احسن معاملة الحمد لله طب الحمد لله، حتى المستشار ياسر علواني قال لها انا هنا انت هنا زي والدتي بالظبط، مش مستشار انا ابنك. طب ده جميل جدا ده. بصراحة يشكر ربنا يخليه يا رب، وكل السلطات السعودية والمصرية يشكروا ان هم واقفين جنب والدتي ومتضامنين معاها، طب قولي لي يا شكرا مدام، لسيادة الرئيس والنائب العام وكل اللي متضامن معاه، الف شكر الف شكر لكم. طب قولي لي يا مدام هدى، يعني ان شاء الله ربنا يعني هيفرحنا جميعا وترجع ان شاء الله الحاجه سعديه يا باذن رب الله، يا رب. لكن قولي لي الحكايه يعني لما بدات كده، ما حدش فيكم من اسره الحاجه سعديه، حضرتك كبنتها يعني جوز حضرتك او حد من قرايبها، ما حدش شك في الحكايه دي؟ يعني الحكايه مش يعني مش مظبوطه. لا هو بصراحة دي واحدة جارتنا جاية لنا ومرات واحد يعني جارنا برضو في الشارع اللي بعدنا، وفي طرف قرابة لوالدتي وجاي عارفة ان امي يعني افتقدت ابنها من سنتين الله يرحمه، وجاية قايلة لها ان دي هدية يعني عشان ان انتي ست غلبانة وطيبة وصبرتي كتير على موت ابنك، فربنا حب عوضك بالعمر وما عن قالوا طريق يعني ما قالولهاش العمرة دي جايلها منين، من أي جهة، من أي لا هي قالت اخويا اسمه عبد الله جايب عمره من واحد من اسكندريه بس عايش في السعوديه، جايب له عمره عشان ابنه الكبير اتوفى والصغير كان تعبان وربنا شفاه فوهب عمره لله، فاحنا يعني ناس بسطاء يعني فرحت هي لانها اول مره في حياتها يجيلها الفرصه دي ان هي تطلع عمره يعني في اخر حياتها يعني ربنا بعت لها الهديه دي، فما شكناش لحظة واحدة إن في أي حاجة. والشنطة اديتها لها أو ادوها لها فين بقى؟ هو الاتصال أكيد أنت حضرتك سمعت الاتصال اللي هو المداخلة اللي أختي يعني سجلتها عن طريق تليفون بنتها، يعني إن هي كانت بتكلمه في الوقت ده تليفون بنتها يعني سبحان الله من غير بيسجل يعني طبيعي أي مكالمة كده لوحده، الحمد لله ربنا يعني عمل كده إن هي إيه طب يعني سجلت بدون قصد. هي اخذت من الراجل ده الشنطه فين، في المطار ولا في البيت جابها لها ولا فين؟ والله انا مش عارفه، انا مش عارفه بالظبط هي اتحطت فين، هي امي قالت لي ده اداني شنطه الكلام ده كانت في القاعه، قلت لي حتى انا ما كنتش راضي اخدها، قلت له لا يا ابني، قال لي لا تاخديها مش حاجه اسمها كده دي حاجه هديه تديها يعني ايه هدوم غيارين لواحده مرات صاحب اللي هو موديها عمره تمام، فدي غيارات هو عايزها وواحد جايب لك عمره يعني انت مش عايزه تودي له الشنطه تمام، فلو اي حد مكانها يعني هيقول ايه مفهوم طبعا، بس ان شاء الله الله يعني اعلم بقى اتحطت لها على السير اديها لها ازاي الله اعلم بقى يعني اكيد طيب الحكومه عارفه شغلها يعني طيب اكيد ان شاء تمام الله، اكيد ان شاء الله.